بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر المنظمين على هذا المهرجان في دورته 19 والتي تخلد تراث عزيز على المغاربة قاطبة، ألا وهو الموسيقى الأندلسية أو الإرث الأندلسي بصفة عامة، لأن في إطار الجماعة الحضرية والجمعيات المشاركة تقوم بأعمال جد مهمة في هذا المجال من خلال الندوات ومن خلال معارض للآلات الموسيقية والكتب والمراجع الأندلسية، وهذا جميل جدا. في هذه التظاهرة نحن كموسيقيين جد مشكورين للمنظمين وجد مشكورين بهذه الالتفاتة الطيبة التي عادت وعادت كان جمالية من خلال بعض الأشياء، لأن الفضاء لا يتيح الصوت الكافي أو الصوت النقي الذي يستحسنه الجمهور المتوافد على هذا المقر. لذلك يعني مستقبلا إن شاء الله إذا كان يكون دورات أخرى بلا شك، إذا كان نفس الموقع يعني لا بأس أن يضاف إليه بعض التجهيزات التي تحسن الأداء الصوتي للمجموعة.